عملت مع الملك عبد الله كثير حقيقة في تعامله، شخصية يعني إنسانية بشكل كبير جدا جدا. أتذكر بعض المواقف حصلت وأنا يعني اندهشت لها، لكن تبين سمو أخلاقه وعطفه. أتذكر مرة أنه رحت في قصره في الرياض عشان أعرض عليه مشروع، فاللي صار أنه دخلوني غرفة، حطيت الخرائط والأشياء على الطاولة وانتظرت. تفاجأت بعد كم دقيقة بشخص بيخبط على الباب، فأنا التفت وجدت الملك عبد الله. فأنا يعني استعجبت في بيته والملك ويخبط كان يستأذن اللي بيدخل. فسألت بعدين الشيخ عبد المحسن التويجي، قلت له أنا حصل هذا الموقف. قال لي الملك عبد الله يعني إنسانيته كده بيبغاك انك انت يعني قد تكون انك انت يعني في يعني بتتفرج على الصور، قد تكون انك انت يعني في وضع، يبغاك انك انت يعني ما تنحرج لما يدخل عليك مباشره. يعني الملك عبد الله انسان، يعني لو في كلمه واحده يقال على الملك عبد الله انسان.